هنروح دلوقتي لمحافظة مطروح، واللي احتفلت امبارح بعيدها القومي موافق طبعا يوم 15 ديسمبر كل سنة. هي اللي بيتابع أخبار محافظة مطروح هيكتشف أنه في إنجازات كتير جدا تمت فيها. هنلاقي أنه في مشروعات عديدة الحقيقة، إن كانت مشروعات قومية سياحية، أيضا النهضة اللي بتشهدها مدن المحافظة والتنوع ما بين سيوة ومطروح والعالمين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن ما تم في افتتاحات بالتزامن مع العيد القومي من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا استاذه جمانة واستاذ محمد، صباح الخير عليكم وعلى كل مصر يا رب، وعلى اهل مطروح كلهم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. بهذه المناسبه الطيبه، وهو العيد القومي لمحافظه مطروح، وده العيد رقم 107، بيجي كل في 15 ديسمبر من كل عام. طيب عرفنا يا فندم بقى يعني قصه وراء اختيار هذا اليوم تحديدا، يوم 15 ديسمبر، انه يكون عيد قومي للمحافظه. يعني طبعا هو بداية طبعا متوجه بخاصة التهنئة لكل أهالي مطروح وقيادتها الشعبية والتنفيذية والدينية والمرأة والشباب بمناسبة هذه الذكرى الجميلة. ذكرى العيد القومي لمحافظة مطروح بتيجي في 15 ديسمبر من كل عام، وفي هذا اليوم انتصر أبناء مطروح بقيادة المجاهد حسين العاصي قائد ثورة أبناء مطروح على الاحتلال البريطاني في الوقت دوت، كان عام 1915. وكانت هذه المعركة، معركة وادي ماجد، انتصر فيها أبناء مطروح، كانت تعتبر بمثابة أول ثورة بعد ثورة عرابي 1882 والشرارة لثورة 1919. فطبعا يعني من خلالكم بنتقدم كل التهنئة لكل أهالينا في مصر ولكل أهالينا في مطروح، وبنستند من هذه الملحمة وهذه المعركة والذكرى بتاعتها، نستند منها ونستلهم منها الإصرار والعزيمة والمضي قدما في تحقيق مزيد من الانتصارات، وخاصة انتصارات تنموية على أرض مطروح طبعا بسواعد وعقول أبنائها والمصريين وأهل مطروح، لأن مطروح تستحق مننا كتير كتير، وده بيجي مع مواكبة اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض مطروح، وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرض مطروح زي ما احنا طبعا كلنا شايفينها، من متنوعة من طرق لمشروع الضبع النووي للمواني البرية والمواني البحرية. صحيح. فالحمد لله يعني مشروعات، فكل عام وجميع أهل مطروح بخير وسلامة يا رب، ومصر دايما كده يا رب عزيزة وأبية ومنتصرة على مدى الظهر إن شاء الله. اللهم أمين. سيادة المحافظ، احنا كنا دايما كده عندنا ثقافة في الأعياد القومية للمحافظات إن احنا بنحتفل بمجموعة من الفعاليات والعروض الفنية فقط، لكن مع الجمهورية الجديدة زي ما بنقول بيكون في مشروعات بيتم افتتاحها، مشروعات تمت بالفعل وبيتم افتتاحها في هذا التوقيت. عايزين نعرف من حضرتك على أهم هذه المشروعات اللي هيتم افتتاحها بمناسبة العيد القومي للمحافظة. دي حقيقة أستاذ محمد، وإحنا استلمنا ذلك من 5 ديسمبر فتح السيسي، بنفاجئ كل يوم بافتتاح مشروع، ما فيش بقى حجر أساس ولا بافتتاحات على طول. فإحنا احتفلنا الحمد لله السنة دي، يعني بدأنا بإيقاد الشعلة من أمام ديوان عام المحافظة بحضور كل القيادات مع مصاحبة الخيول وفرسان مطروح لما تمثله من رمز قومي ووطني لأبناء مطروح، استطاعوا بها مواجهة قوات احتلال بريطانيا عام 1915، ثم تبعها عروض رياضية وفنية لأطفال وشباب مطروح. سبق ذلك إقامة حفل زفاف جماعي لحوالي عدد 30 عريس وعروسة تم اختيارهم طبعا بعد الإعلان عن شروط وضوابط التقدم، قدمنا لهم الهدايا العينية وبعض الأجهزة المنزلية اللي بتعينهم على بداية حياتهم، وده إن شاء الله تقليد احنا بنحرص عليه. وبعد كده بدأنا بنشغل افتتاحات للمشروعات. احنا قلنا ان شاء الله كل احتفالاتنا هتيجي عباره عن احتفالات بمشروعات تم الانتهاء منها. يمكن احنا بدانا اول يوم في الاحتفال القومي بافتتاح 3 محطات رفع مياه الصرف الصحي. محطه رئيسيه و2 محطات فرعيه. عظيم. طبعا ده هيساعدنا في ان احنا نتخلص من مشكله الصرف الصحي، وفي الوقت نفسه ندخل بقيه الخدمات عليها سواء اسفلت غاز تليفونات، كلها هيساعدنا بعد كده ندخل ده تباعا باذن الله تعالى. يمكن 3 محطات الصرف الصحي دول كان في حي الشروق في كيلو 7 وحي الزهود في كيلو 4. ال3 محطات دول بطاقه رفع اجمالي 151 الف متر مكعب في اليوم، وبلغت طول شبكات الانحدار بتاعتها ما يقرب 156 كيلو متر كشبكه صرف صحي.
برضو الحمد لله برضو بدأنا افتتحنا الإدارة التعليمية الجديدة بمدينة ومركز مرسى مطروح. وطبعا كانت الإدارة دي كانت يعني في حالة مش كويسة، ومبنى لا عملنا مبنى يليق بجهود تطوير منظومة التعليم وتيسير الإجراءات وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية. فكان صرح عظيم النهارده واحنا افتتحنا الإدارة التعليمية الجديدة بحضور طبعا السيد رئيس الهيئة الأمنية التعليمية كان معانا في افتتاح الإدارة التعليمية للمطروح. طيب سيادة اللواء، يمكن حضرتك اتكلمت عن مشروعات ليها علاقة بالتعليم، أيضا الصرف الصحي، بالنسبة لمشروعات الكهرباء كان أيضا هناك مشروعات متعلقة بقطاع الكهرباء؟ هو طبعا احنا يعني ان شاء الله طبعا النهارده باذن الله الجمعه مقرر باذن الله تعالى عقب صلاه الجمعه بحضور معالي وزير الاوقاف مختار جمعه وفضيله المفتي الديار المصريه الدكتور شوقي علام، هنفتتح النهارده صلاه الجمعه مباشره المقر الفرع اداري الافتاء بمطروح بجوار مكتبه مصر العامه، وده يمكن بتكلفه حوالي 3 مليون جنيه. وطبعا بياتي افتتاح دار الافتاء المصريه في مطروح كفرع ليها كمرجعيه دينيه بتقوم على اساس علمي وفقهي وديني صحيح وبطرح الحلول الفقهيه، وده مهم جدا هنا لابنائنا في مطروح، لان كان عشان ياخد الفتوى كان لازم يسافر القاهره وياخد يومين ثلاثه قبل ما يرجع ثاني. فالحمد لله يعني بالتنسيق مع فضيله المفتي الحمد لله هنفتح ان شاء الله النهارده بعد صلاه الجمعه مباشره فرع دار الافتاء. كل الشهر بعد كده ان شاء الله شهر ديسمبر كله بالكامل هنسافر فيه باقي افتتاحاتنا سواء لمشروعات الكهرباء او للوحدات الصحيه، مراكز الشباب هنفتحها ان شاء الله، وملاعب، مكاتب خدمات، كل ده ان شاء الله هياتي اتباعا حتى نهايه شهر ديسمبر باذن الله تعالى. عظيم. سياده المحافظ، المحافظه ايضا سياحيه وبتشهد اقبال سياحي كبير جدا، خاصه سيوه، واحنا عندنا خطه لتنميه سيوه عايزين نتعرف عليها، واللي بدات بمشروع طريق مزدوج ما بين سيوه ومطروح. طبعا سيادتك يعني سيوه الحمد لله واخده اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه، وكانت توجيهات القياده السياسيه ان احنا نضع سيوه على خريطه السياحه العالميه مع الحفاظ على الطابع البيئي لها. فالحمد لله فعلا اشتغلنا على هذا وكل الوزارات المعنيه كانت معانا. يمكن بدانا بحل مشكله الصرف الزراعي الزائد اللي كانت في سيوه، وكان بقى مشكله بقى 30 سنه، وكانت توجيهات القياده السياسيه والحكومه المصريه حل المشكله من جذورها، والحمد لله يعني شغالين في الحل الجذري ليها حاليا دلوقتي، يمكن في زياره قريب ليها في سيوه. الحاجه الثانيه كان مشكله عندنا في الطرق عشان تساعد على السياحه، فتم رفع كفاءه الطريق الاسفلتي وانشاء طريق جديد هو طريق خرساني لعربيات النقل الملح والموارد الطبيعيه اللي بتيجي من سيوه، على اساس ان هي كان اللي بيبوظ الطريق او صحيح عربيات النقل الثقيله اللي بتحمل صحيح عشان كده عملنا طريق خرساني بعرض 11 وربع متر، طبعا بتكلفه تقرب من 3 مليار على 6 قطاعات، كل قطاع 50 كيلو. خلصنا الحمد لله شغالين في القطاع الرابع دلوقتي، وان شاء الله هيبداوا يكملوا القطاعين التانيين باذن الله تعالى، وينتهي ان شاء الله في على يعني على نص 23 باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله. طيب يا فندم، خلينا نروح مع حضرتك للعالمين. يعني الحقيقه انه مدينه العالمين الجديده هي مشروع عملاق ونهضه عظيمه الحقيقه على ارض المحافظه، لو هنعرف من حضرتك اخر تطورات هذا المشروع وصلت لفين حتى الان؟ يعني انا حقيقه كمصري بفتخر جدا جدا بمدينه العالمين الجديده على ارض مصر وعلى ارض مطروح. لان كنا زمان يعني بنشوف الابراج ونحلم بيها ونسافر مخصوص نشوف ونعمل، الحمد لله كل ده موجود النهارده على ارض مطروح، فده فخر لينا. ومدينه العالمين النهارده مدينه سياحيه صديقه للبيئه من الجيل الرابع. طبعا العالمين كانت بتشتغل 3 شهور صيف بس، النهارده العالمين صيف وشتاء وطوال العام، فيها كل الانشطه السياحيه موجوده فيها، انشطه الاسكان بكل انواعه سواء من ابراج لاسكان اقتصادي، اسكان اجتماعي، محدود الدخل اقتصادي، كل ده موجود فيها. تعليم عندنا النهارده جامعه العالمين الجديده، وعندنا فرع للاكاديميه البحريه في العالمين، فيها كل زراعات مشروعات زراعيه السياحيه. النهارده الواحد فعلا بيفتخر بمدينه العالمين الجديده، وان شاء الله باذن الله تعالى قريبا هنشوف مدينه راس الحكمه الجديده ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله يا فندم، نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكل سنه وحضرتك طيب وكل اهل مطروح بخير.